السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله بدما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. فيما مضى من الأيام الحمد لله عز وجل أنهينا تقريبا ملف العائلة الحصينة، وقلنا أن المؤمن بحاجة إلى عائلة محصنة، إلى عائلة فيها سعادة وهناء، بمعنى لأن البيت المضطرب، الأسرة المضطربة لا تنتج إلا فردا مضطربا وذرية مضطربة. أسأل الله عز وجل أن يجعل قرارك في المنزل. خارج المنزل العمل، تتقاعد يوما ما، العمل في الشركة في السوق تغادره، لكن ماذا يعمل الإنسان إذا رجع إلى بيته؟ وكان دخوله في المنزل أول المشاكل، أول الاضطراب. هذا البعض لا يأتي للمنزل يقول جلوسي مع أصدقائي أحب إلي من جلوسي مع أهلي وأولادي، طبعا هذه كارثة. هذا الإنسان الهارب، هذا الإنسان الفار، البيت له سجن. رأيت أحدا يحب الدخول في السجن؟ هذا المعنى نستجير به، نستجير بالله عز وجل من. ولهذا صحيح أمير المؤمنين بعد النبي وقع عليه ما وقع، صبر وفي العين قضى وفي الحلق شجى، ولكن عندما يدخل دار فاطمة تذهب كل همومه. وكذا النبي مع سيدة النساء، مع أم المؤمنين خديجة صلوات الله عليها. هذا الملف أنهيناه بكل ما فيه من تقصير وقصور. حديثنا من اليوم فصاعدا نتهيأ لاستقبال يوم عرفة. أقول الآن أيام بقي على عرفة، أيام قلائل، مضى نصف الأيام، نصف العشرة، بقي أيام ويفاجئنا يوم عرفة. وأقوله هذا اليوم، أقوله في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك والسادس عشر، أقول لا تفاجئك ليالي القدر، كن مستعدا لها. الذي يقال له هذه الليلة، الليلة 19، من دون استعداد، من دون تهيئة، هذا الإنسان قد لا يوفق في تلك الليلة لليلة قدر مميزة. ولهذا إن كنت موظفا ولك إجازات محدودة، عادة شهر 20 يوما لا أدري، اجعلها لليالي والأيام المصيرية في عشرة شهر رمضان، العشرة الأخيرة، في عشرة ذي الحجة، أيام الأربعين، انتهت الإجازة، تذهب إلى بلاد الشرق والغرب، تتسلق الجبال، تذهب للوديان، تشم الهواء العليل، كل هذا ينتهي. ذكريات في البال وصور في الجهاز، هذه هي السياحة. الناس ينفقون أموالا طائلة لصورة في الجهاز، واتفاقا يرجع إلى بيته ترجع المشاكل كما هي هي. إذن استعد أولا،
الذي لا يريح نفسه نهارا كيف يعمل ليلا في ليالي القدر؟ من لا يرتاح ليلا كيف يعمل يوم عرفة؟ ولهذا نحن في موسم الحج نقول لأصحاب الحملة: ليلة عرفة أريحونا، إما ننام في مكة ثم نذهب صباحا إلى عرفة، أو نذهب عصرا إلى عرفة وننام الليل في الخيام. المهم لا تجعل الحركة في ليل عرفة وفي يوم عرفة، تصل الزوال وأنت منهك، أين الإقبال في ذلك اليوم؟ إذن برمج وخطط، نعم، ليوم عرفة يوما مميزا. شعارنا دائما وأبدا، هذا الشعار إخواني اجعله في بالك: لا تجعل حياتك نسخة متكررة. رأيتم جهاز الاستنساخ؟ اجعل فيه ورقة، فيه كتابة، واكبس الزر، عشرات الأوراق هي. ولهذا يسمى جهاز الاستنساخ، يعني نسخة طبق الأصل. لا تجعل حياتك جهاز الاستنساخ. العام الماضي جئت هنا، قرأت دعاء عرفة بلا توجه، انتهى الأمر. والسنة كذلك، وقبله كذلك. اجعل شيئا مميزا. الآن من هو في أرض عرفة يدعو، ونحن بحمد الله لسنا بأقل حظ من أهل عرفات، بل حظنا أكثر. رب العالمين ينظر إلى زوار قبر الحسين قبل النظر إلى زوار بيته، بلا تعب، بلا طواف، بلا سعي، بلا رمي جمهرات، تأخذ النتيجة هي. وأنت مرتاح. نعم الحج الواجب، نعم لا مناص منه، ولكن الإنسان عند الحسين عليه السلام جربنا. هنا تزور بارتياح وأنت آمن، لا من مزعج، لا من جوع، لا من عطش، لا من خيمة غير مبردة. وهناك الإخوة البعض يعيش الأذى البدني فلا يقبل. المهم الحمد لله على هذه النعمة. طبعا نحن في كل عام قبل أيام عرفة فقط بأيام نقول، لأنه لو قلنا من أول ذي الحجة لعل هذه المدينة تكتظ بأهلها كالأربعين، ولكن من وفق وفق. ولكن من اليوم إلى السنوات القادمة خذها مني، من هذا العبد الفقير على منبر الغني وهو الحسين عليه السلام، يوم عرفة لا تكن إلا على أرض عرفات أو في أرض الحسين عليه السلام. يوم عرفة أفضل يوم في العام، الشيطان لا يرى ذليلا كيوم عرفة. في يوم عرفة الرحمة تغمر الجميع إلى درجة مذهلة. إن شاء الله في الأيام القادمة نذكر في مثل هذا اليوم: لا تكن في مكان تقل فيه الرحمة. يوم عرفة تحت قبة الحسين عليه السلام، ماذا تريد؟ كما يقول: هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك. الحمد لله الذي وفقكم، والبقية أيضا لهم حسر لا بأس. خاف البعض يقول: هذا اليوم أثرت أحزاننا، من يتابعنا في البث الآن. أقول: لا ضير، الحسرة أيضا فيها أجر. نعم، ذاك كان في ركاب أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أخي كان يود أن يكون معنا في القتال، الآن في صفين في الجمل. المهم أمير المؤمنين سأله سؤالا واحدا، قال: أهوى أخيك كان معنا، كان هواه معنا؟ قال: نعم. قال: فقد شهد معسكرنا بهذا المضمون، يعني كان حاضرا. الذي ينظر إلى القبة من خلال التلفاز إلى الضريح ويبكي شوقا، هذا أجره ليس بأقل منك. الملاك هو الملاك، القلب المقبل.
إذن أولا نستعد لذلك اليوم الذي يقال من لم يغفر له في شهر رمضان فلا غفر الله له. إنسان يذهب إلى مائدة الملك، المائدة المفتوحة للجميع، ولا يعطى طعاما، يعني الطعام يحصل عليه في الشارع خارج القصر الملكي. أنت في ضيافة الملك والملك طردك، الرعية تستقبلك. عشا وكلا، من طرده الملك الرعية لا تستقبله. ولكن رأيت في الخبر استثناء، إلا أن يشهد عرفة. الآن يشهد عرفة في الحج أو يشهد عرفة في الزمان، مكانا أو زمانا، إن شاء الله يشملنا نحن بجوار الحسين عليه السلام، الرحمة غامرة. إذن فلنستعد لهذا اليوم. اجعل سنتك يوم عرفتك هذه السنة خير عرفة مرت عليك. الآن كيف؟ إن شاء الله سنبين. أولا، يوم عرفة، وهذا من الأسرار إخواني، رب العالمين عوض من قتله، إن الأئمة من ذريته لا من نسل الإمام المجتبى. الإمام المجتبى سبط النبي الأكبر. عندما كان الإمام الحسن يصلي أيام زمانه، مأمومه كالحسين، هو إمام زمانه، ولكن الذرية من الحسين عليه السلام. الشفاء في تربته. قبل فترة الإخوة قدموا لي تربة مميزة يبدو من قريب، قبر الإمام موسى بن جعفر، ولكن كتب عليه عبارة لا يجوز أكله، يعني لا تشتبه هذه التربة، لا تؤكل إلا تربة الحسين عليه السلام. والإجابة تحت قبته. الإمام الهادي يصاب بمرض، أئمتنا يمرضون أيضا. في بالي هكذا رواية من قديم الأيام، الإمام الحسين كان مبتلى بصداع في رأسه، وكانت له عصابة يشد بها رأسه. الآن ما العلاقة بين المرض وبين استشهاده؟ على كل، الإمام الآدي يبعث أحدهم، قال اذهب عند الحسين ادعو لي بالشفاء. يقول يا مولاي أنت الحائر. الإمام الهادي أنت الحائر، تقول اذهب للحائر. الحائر مكان وأنت شخص متجسد، كيف علي القرآن الناطق؟ لكن الإمام يقول اذهب وادعو لي تحت القبة، لأن معنى الرواية هذا مكان الاستجابة. هذا هو المعروف في أذهانكم جميعا، كل من حضر المجالس الحسينية يحفظ هذه الرواية. ولكن أنا استشف هذا، أقول من عندي ومن عندي بدليل لا بلا دليل. كنوا معي جيدا، أظن الكل يوافقني الرأي. رب العالمين عوض من قتل الحسين عليه السلام أن جعل دعاءه أهم دعاء في يوم استجابة الدعاء. منذ أن قتل إلى يومنا هذا، يوم عرفة، على صعيد عرفة، الكل يلهج عن الموالين بدعاء الحسين عليه السلام. رأيت حاجا لا يقرأ دعاء الحسين؟ لسانه يلهج بذكر الحسين، هذا دعاءه. واتفاقا ولده زين العابدين، نحن نلهج بدعائه متى؟ في أسحار شهر رمضان المبارك. هذا الأب وهذا الولد. الأب اسمه مشرق متألق في يوم عرفة، وولده زين العابدين عليه السلام اسمه متألق في ليالي شهر رمضان. أرأيت إلى التعويض الإلهي في هذا المقام؟ على كل، يوم عرفة الهج بهذا الدعاء. ودائما قلنا إخواني
الدعاء شيء وقراءة الدعاء شيء آخر. أن تدعو، قلبك يدعو لا لسانك، لسانك كاشف عما في قلبك. رأيت عشاق الهوى عندما يلتقي أحدهم بمن يحبها بالنظرات يتكلمون، العين تتكلم، الوجه يتكلم من دون لسان ومن دون ألفاظ. ولهذا لعل الفتوى هكذا، لا أستبعد الفتوى هكذا، لو أن إنسانا ارتكب معصية كبيرة ثم جلس وتفكر قليلا وسجد وعاش الندامة ولم يقل شيئا، توبته مقبولة أم لا؟ يقال مقبولة. الزواج بحاجة أن تقول أنكحت وزوجت، بحاجة إلى لفظ. الإسلام بحاجة إلى الشهادتين، التوبة بحاجة إلى تلفظ لا. والشاهد قول إمامنا زين العابدين عليه السلام في مناجاته التوبة، ماذا نقرأ؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. قبل أيام عن الندامة، يبدو شاب هكذا لا أعرف من وسائل التواصل بعث رسالة يقول أنا ارتكبت معصية في الخلوة، أخذت أضرب نفسي، يبدو ضربا، وإذا بأحدهم دخل علي، يعني قال معنى كلامه أجننت تضرب نفسك لما؟ الندامة هكذا وصلت، لا يقول أستغفر الله يضرب نفسه، طبعا لا داعي لذلك، ولكن انظروا إلى قمة الندامة. نعم، إذن في يوم عرفة يكفي أن تعيش. طبعا الندامة الآنية لا تنفع، بعض الشباب إلى الصباح يسهر على الحرام، إذا أصبح يندم. الليلة القادمة تعود حليمة لعادتها القديمة، هذا استهزاء بالله ورسوله. الإمام الرضا عليه السلام له عبارة جميلة مؤثرة، من استغفر بلسانه، هذه الرواية منقوشة في حرمه، أنا رأيت الرواية، من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. يقولون في العرف تضحك على نفسك. المهم في يوم عرفة عش هذه الندامة. قراءة الدعاء على شكلين، أن تقرأ الدعاء، البعض يرفع صوته يجود كأنه يقرأ القرآن في محفل قرآني، الإعراب المضبوط، الصوت الجميل، هذه قراءة للدعاء. البعض ينظر للكتاب من دون قراءة تجري عبرته، المعاني تحركه لا الألفاظ تحركه، هذا هو الدعاء. طبعا الدعاء الأكمل ما كان فيه لفظ، ولكن ليس بنعم، المعنى مقدم على اللفظ. بعض المؤمنين يوم عرفة يقرأ دعاء عرفة من أوله إلى آخره، عند ضريح الحسين، نعم من أوله إلى آخره وعينه تجري، هذه زيارة مميزة. الحسين في يوم عرفة كان يدعو بدعاء عرفة وعينان تجريان كأفواه القرب، أنت قطرات تكفي. الحسين يبكي كأفواه القرب، أنا وأمثالي بمقدار جناح بعوضة. الروايات هكذا، إذا دمعت عينك بمقدار جناح بعوضة علامة الاستجابة. الطريف بعض المؤمنين حين الدعاء بين وقت وآخر يتحسس عينه، إن رأى فيه بللا خفيفا يشكر الله عز وجل، يقول هذه علامة الاستجابة.
والبعض يسجد عندما يرفع رأسه، الأرض مبلل، التراب مبلل بدموع عينيه. إذا في يوم عرفة إخواني حاول أن تصل إلى هذه المرتبة. قد تقول أين أنا وهذا البكاء المتواصل؟ أنا لست المقدس الأردبيلي، لست السيد بحر العلوم، سيد ابن طهروس بعد الأئمة، هؤلاء الفطاحل من علمائنا. نعم، إذا ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولو بكيت في فقرة في دعاء كميل، قلت إلهي وربي من لي غيرك، بكيت هنا أنت قرأت الدعاء. قبله بعده ما بكيت، يكفي هذا المقدار. ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يكفي هذا المقدار، قصدي يكفي إجمالا. في دعاء عرفة للسيد الشهداء هناك فقرة مبكية حقيقة. إذا ما بكيت هنا متى تبكي؟ في دعاء أبي حمزة تقول أبكي لخروجي من قبري، أخ أبكي لخروج نفسي لضيق لحدي. إذا لم تبكي في هذه الفقرات تبكي في الفقرات الأخرى. هناك ما اليوم أدلك على هذه الفقرات عسى أن تدعو لي إن شاء الله. عندما تصل إمامنا صاحب هذا المقام الشريف يقول إلهي أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت بهذه المضامين، وأنا الذي أسأت، أنا الذي اجترأت. إنسان يقيس نفسه مع الله عز وجل، من الله كل لطف ومنا كل لؤم، شري إليك صاعد وخيرك إلي نازل. إن بكيت هنا قرأت دعاء عرفة. إذا وصلت لهذه الفقرات لا تقرأها قراءة سريعة، توقف، فإنها فقرات مبكية. طبعا لأولياء الله الكبار فقرة أخرى مبكية. أنهي حديثي إلى هنا. كبار الأولياء يصل إلى هذه الفقرة يبكي، إلهي ألغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. يا له من كلام. المهم هنا ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، وهكذا مضامين في أرقى درجات العرفان والفهم الربوبي. نكتفي بهذا المقدار، نهيئ أنفسنا لذلك اليوم. نعم، هذه الأيام أيام التخلية، ويوم عرفة يوم التحلية، يوم التجلية، ما شئت فعبر. وهناك أبشركم برواية، من بقي في كربلاء حتى يعيد عرفة والعيد، هذا الإنسان سنته محفوظة من البلايا والآفات. هنيئا لمن حفظ في نفسه ودينه وأهله وولده. اللهم وفقنا في يوم عرفة لما تحب وترضى، لا تجعلنا فيها من الغافلين، لا تختم على قلوبنا في ذلك اليوم، نعوذ بك فيه من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع. في ختام الحديث نتوسل كعادتنا إلى إمام زماننا، يا وصي الحسن والخلف الحج أيها القائم المنتظر والمهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بصوت واحد يصل إلى مقامه، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
وجيها عند الله ضمانا للإجابة ارفع يديك إلى السماء وأنت مطمئن بالإجابة. لو دعونا كريما من كرام الدنيا مرة واحدة فتح لنا بابه، ننادي أكرم الأكرمين 10 مرات بتوجه: يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.